مرحبا بكم في القناة، شكرا على التعليق ديالكم والتشجيعات ديالكم. اليوم جيكم واحد الموضوع مهم بزاف، يعني كلاسي بحالي بحال هكا فهمتيني، يعني كلاسي داكشي غوايال. اليوم جاي به، اليوم نهضروا على واحد الملك، هذا الملك هذا الدنماركي. كانت النازية هجمات على الدنمارك واحتلت الدنمارك، ولكن هذا الملك هذا ما تنازلش على السيادة الوطنية للدولة ديالو ودعم الشعب ديالو. وحنا غادي ندخلوا يعني القصة باش نتعرفوا عليها اكثر ونتعرفوا على الحداد ديالها، وعلاش هذا الملك هذا تيوصفوه الرمز المقاومة الوطنية في هذه البلاد. حتى واشنطن بوست بزاف ديال الإعلامية عالمية كتبوا عليه انه الرمز ديال المقاومة الحقيقية، ان فري باتريوت، واحد انسان وطني يعني ضد الاعداء ديال الوطن، وكان تحت راسه في الصفوف الاولى لمواجهة العدو. وغي يعني بين قوسين ان المعلومه ديال ان الملوك في الدنمارك في الحرب كانوا ديما هما الاولى في الصف، كانوش يعني هما اللور ولا كانوا ديما هما الاولى في الصف يدخلوا للحرب، هما الاولين عاد يتبعهم الشعب ويتبعهم الجنود. الدنمارك عندهم ملكيه قويه وملكيه عندها تاريخ زوين، تاريخ مشرف، وانه بلا صداع الراس الملكيه فاش كانت ناط هنا الثورات اوروبا ديك الساعه، فاش ناط الثوره في فرنسا وهادي، يعني الملكيه هنايا بوحدها نزلت على السلطة ديالها، عندهم واحد المسار ديمقراطي يعني زوين بزاف. وهنا باش تشوف يعني ملكية يعني فعلا ملكية وطنية ديال الصح، خليني من هذوك الملكية ديال القاغيط الميطاسيو اللي عندكم في المغرب، هذيك ملكية ديال الميطاسيو باعكم بك الله يحسرها حتى هي. بلا ما ندخل في هذاك الموضوع، انا جيتكم بهذا الموضوع هذا نهضروا على الملك كريستيان العاشر اللي حكم ما بين 1912 حتى 1947. باش ندوزوا من هذه المرحلة هذيك، كان فاش جاو الحكم كان تبنى دستور جديد، دستور يعطي حرية سياسية للمرأة باش انها تشارك في العمل السياسي. والدنمارك ما بين الدول اللي قديمة فيها الديمقراطية وصلوا، لان الديمقراطية شنو هي؟ الديمقراطية هي تنظيم المجتمع، هي تنظم المجتمع، هي تبني المجتمع مرحلة لمرحلة، لان السيرورة ديال المجتمع التطورات ديالهم عندها علاقة يعني مع الديمقراطية، لان بلا ديمقراطية ما يمكنش تبني دولة متقدمة في هذا العصر. كما قلنا دار دستور جديد، لان اصلا الملكيه هنا في دنمارك كانت يعني ملكيه دستوريه بشي قرن وزمار، فجاء هو زاد عمق اصلاحات اكثر واكثر وعطى المراه الحريه كما قلنا. ولكن في اثناء يعني الحكم ديالو هجموا الالمان واحتلوا الدنمارك. لان علاش احتلوا الدنمارك؟ احتلوا الدنمارك لحقاش هذا الملك هذا ما بغاش يتعاون معه، ما بغاش يتعامل مع هتلر وما بغاش يتعاون، لذلك انتقموا منه النازيه وجاو احتلوا الدنمارك. يعني قبل الدنمارك كانوا احتلوا بلجيكا وفرنسا وهولندا، تلو ثلاثة دول كبيرة في أوروبا، وكانت يعني حرب دائرة ما بينهم بين الأمريكانيين والكنديين والإنجليز. في 1940 يعني رسميا يعني النازية تحتلوا الدنمارك، تدخلوا حتى العاصمة ديال الدنمارك. الملك ما عجبوش الحال وما بغاش يتعاون معهم، كان يعني واحد الاختيار استراتيجي بالنسبة لهتلر، داز الدنمارك باش يدوز النرويج، ومن بعد هاد جوج دول هادو ومن تما يقدر يهجم على لندن. الملك هنا ما تقبلش هذاك الوضع، وعرفتي شنو هي الجيش ديال النازية، الطيران ديال هتلر تيحلق وتيرمي الوراق في الشوارع الدنمارك، تيقول لهم بانه يعني راه تنفيكم واحد الاحتلال الفرنسي والانجليزي، لذلك ما خصكمش تقاومونا، سلموا الامر الواقع. وبلاتي الملك ديالهم ما تقبلش الوضع، الملك اعتزل الحكم وبدا يعني بانشاء مقاومه وطنيه، لان الاحتلال جاب واحد الطريقه سريعه للدنمارك. قال لهم ما يمكنش هاد الناس هاد الاحتلال يهرس الاراده الدنماركيه، وخرج عرفتي شنو دار؟ خرج ركب يعني العود ديالو بلا بادي غارد بلا والو، يعني بلا حمايه شخصيه ولا حتى شي لعبه، ولا تيهز كل نهار يعني العود ديالو تيجري في العاصمه بهذاك العود وتيسلم على الناس. وراه نحط لكم الفيديو باش تشوفوا، غادي تفرجوا في الفيديو هذا فيه شي دقيقه وشي لعبة نتفرجوا فيه باش تشوفوا، يعني هادشي بدالي راه ماشي شي حاجه جايبه من راس.
المهم فاش احتلوا العاصمه ديك الساعه وصلوا العاصمه احتلوها ولا تيخرج هو بالعاود ديالو وتيموتيفي الناس تيقولوا نهضه المقاومه 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 حتى انه وصلت به يعني لدرجه انه دار واحد كلمه ديريكت الراديو وبدا تيخاطب الشعب ديالو تيقول لهم قاوموا ما تسلموش لهاد الغزاة هادو اللي احتلوا الدوله ديالنا نهضوا قاوموا حاربوا انا معاكم. ويوميا تيخرج للشارع بالعاود ديالو وتيموتيفي في الشعب ديالو قدام يعني الجنود ديال المان يعني ان فري باتريوت يعني خليني من هذاك الشيء ديال المغرب وعاشش شعبيه العزيز وداك الشيء هادشي ما كاينش هنا كاين يعني لاكسيون صاحبي الفعل. المهم الناس بداو تيتموتيفا يعني المقاومه يعني الناس نشات واحد مقاومة فعليا حتى انه واحد النهار كان تيركب على العود ديالو وكان واحد لوطيل هنا راه معروف الى يومنا هذا في الدنمارك سميتو اوتيل دونغلوتير. هذا لوطيل دونغلوتير كان يعني مقر عسكري للنازيه تما تيسير يعني العمليات ديالهم الاحتلاليه في الدنمارك. وداز هكا بالعود ديالو الملك وبوحدو ما معاه لا انتوما تشوفوا كل شيء يعني لا فيديو لي لا حمايه لا باديغار لا والو. مشى عند الجنود ديال المان قال لهم تنزلوا هذاك العالم ديال النازيه من تما. قال لي قال لي هذاك الالماني الجندي الالماني ما نزلوه. قال لي لا غادي تنزلوا. قال لي الا ما نزلتيش غادي نصيفط جندي دنماركي ينزلوا. قال لي الا صيفطتي الجندي الدنماركي ينزلوا غادي نقتلوه. وقال لي عرفتي شنو انا هو داك الجندي الدنمارك اللي غادي نجي وغادي ننزل. وفعلا تما يعني تما تيزالت نزلوا هذاك العالم وشوفوا الاراده وشوفوا الوطنيه الخوت خليوني من الملكيه الميطاش. علاش هو كريستيان ما بغاش يتعامل مع الالمان؟ غير تيقول لهم هذيك الساعه نتعاون معاكم وصافي وعرشي والحكم ديالي هو كلشي. النازيه بالقوه ديالها بالقصص اللي تسمعوها غير الناس هذيك الساعه على النازيه كانوا تيتخلعوا انه غير يدوز من حدا شي واحد نازي يعني عاد ساك واحد واجه النازيه لان حتى الحكومه فاش خرج واحد الظاهر قانون خرجوا ديك الساعه الاحتلال النازي هنايا قال لهم بان قال لهم اللي دار السابوطاج غادي نعدموه لان الرؤيه الملك كما قلت لكم كانت مختلفه على رؤيه الحكومه ديك الساعه وهو كان تيقاوم هو اختار الخيار ديالو كان هو المقاومه بينما الحكومه اختارت يعني الطريق الدبلوماسي والحوار وديك الشيء. فهاد الحاله هادي خرج واحد القانون تيضغط على الحكومه خرجوا الاحتلال النازي ديك الساعه الحكومه احتجت. الحكومه هذيك الساعه الغد اللي مشات عند الملك وقدمت استقالة كلهم هذوك يعني اعضاء الحكومه كاملين قدموا الاستقاله ديالهم للملك لان هكا دايره القوانين تاعنا. سيدي الملك تقبل هذيك تقبل يعني الاستقاله ديالهم ولكن في نفس الوقت خلاه بوحدو يعني تيواجه يعني وفوق هادشي كاع كامل يعني تاريخيا بدا تيشكرهم قال لهم شكرا على الخدمه ديالكم اللي قدمتوها للبلاد. انسان راقي لواحد درجه لا تتصور وبقى بوحدو تيواجه الاحتلال النازي هذيك الساعه. وفوق هادشي هذا انه فاش كان تيخرج الغريب في الامر انه فاش كان تيخرج للشوارع ممتطين جواده باش موتيفي الناس باش ما يخافوش باش انهم يقاوموا ويدافعوا على بلادهم كان تيلبس يعني هذيك النجمه السداسيه ديال اليهود النجمه السداسيه كان تيلبسها كبيره هنايا وتيخرج بها قدام هذوك النازيه هنايا تيقول لهم لان القانون الدنماركي تيحمي الاقليه. هذيك الساعه كانوا النازيه يعني تيقتلوا في اليهود وكان اي دوله يعني تيهجموا عليها الناس اللي تيقتلوا فيها الاولين هما اليهود بقاو تيضغطوا عليه تيضغط قالوا لهم الا كنتوا تمنعونا من ان لان الاحتلال النازي ديك الساعه يعني علق على ديك المساله ديال ان الملك تيلبس ديك النجمه السداسيه ولقاو هذاك الشيء يعني شي حاجه بروفوك يعني شي حاجه تستفزو. وهو خرج لهم بواحد البيان قال لهم الا مشيتو حتى اتمنعوني انا باش نلبس النجمه السداسيه غادي ندير قانون تيفرض على جميع المواطنين الدنماركيين يلبسوا النجمه السداسيه. وتصور بعدا راه القمه في الاراده خليني من داك الشيء ديال الاراده بعينك كون كانت اراده بنادم وراي كوبيسيال العاشر هو مولاه يعني ما سلم حتى ان الالمان قوت ما انه بروفوكاهم يعني استفزهم بزاف ضربوا شي بلايص بالطيران كوبنهاغن وماتوا بزاف ديالنا تقريبا شي 3000 ديال الناس ما بين الجرحى والموتى. وتمايا تيختار هو واحد الطريق اخر تيعطي الاوردر ديالو للميليتير والمقاوم باش انهم يفرقعوا السكون ديال النازي. وفعلا هادشي اللي فرقعوا السكون ديال النازيه وجلس تما واقف كما تيقولوا ليه ليستوريان كيف تيتكيف الكارو ديالو تيشوف هذاك الديكور وهذاك الانفجار. هذا ولا اسطوره وبطل قومي في الدنمارك هذا الملك هذا. القصه ديالو داروها فيلم وداروها
السيري راه كاينه في تنظن في نتفليكس، كاين واحد السلسله ولكن بالدنماركيه ما مترجمهاش انا ما اظن، تتهضر على القصه ديال هذا الملك هذا واللي هو تيسميوه الملك ممتطي الحصه، وخرجوا عليه حتى اغنيه، لان باش تكون ملك وتضحي بكل شيء في سبيل الوطن ديالك، في سبيل الدفاع على سياده الوطن، هذا هو لو كور يعني اللب ديال الحب، اللب ديال علاش بنادم خصو يكون ملك، فهمتي؟ باش انه يدافع على الوطن ديالو، هو هز واحد المسؤوليه اكبر من الجامع، وتيشوفها وتيحس بها وتيكزيكيتيها، ماشي بحال واحد تياخذ السلفيه تفرا، ماشي مقارنه، ما يمكنش نقارنو، المهم خليونا من هاد الموضوع. في 5 ماي 1945 غادي يحقوا للدنماركيين انتصار كبير على النازية الدنمارك، وهنا انتصرت المقاومة والإرادة يعني الملكية، هنايا انتصرت إرادة الملك وإرادة الشعب جوج انتصروا على الهلال النازي، وهذا الفيديو هذا تيوري يعني الهلال إلى روحية الدنماركيين في 9 ماي 1945 على هاد لا فيكتواغ اللي دار، هادي راه فيكتواغ يعني كبيرة وعظيمة بزاف، لأن من هنا أصلا هذه الدولة قرن قبل هاد الأحداث هادي ولا قرن ونصف قبل هاد الأحداث بدات المشروع الديمقراطي ديال وبدات تتاسس ليه ونجحت، ودابا حاليا فاش دخل الاحتلال ديال الالمان دراو عليه حتى هو ودار واحد لا فيكتوار، زاد على ديك لا فيكتوار اللي هي كما تنقولوا ليها لوكال، وهذا هو الشعور اللي هنا فاش الشعب تيحقق واحد الانجاز جماعي تيخرج من هذه الانهزاميه وتولي وبالنسبه ليه تولي اي حاجه يقد يحقق، كاع المجتمعات اللي واجهت الاستعمار ونجحات فعلا ماشي تدخل بعد بوثيقه يعني مزوره بحال اللي وقع للمغاربه، ونجحات فعلا في طرد الاحتلال الا الدوله ديالها ونجحات. نزيدوا في الموضوع من هذا الشيء كامل، يعني هادو هما الملوك اللي تعطيهم ماشي الارواح ديالهم ولكن تعطيهم الارواح ديال العائله ديالك كامله، هادو ملوك تيستحقوا يكونوا ملوك، تيستحقوا يكونوا الرموز ديال البلاد، باش تشوف بان باش تيدخل الاحتلال للبلاد وتيخرج الملك بالحصان ديالو تيواجه هذا الاحتلال هذا وتيجري بالحصان ديالو امام الناس تيقول لهم قاوموا، تيطلق كلمات عبر المذياع وتيقول لهم خرجوا قاوموا، يا لهم من معنى. هاد الشخصيه هادي راه اش نقول، شخصيه تاريخيه قويه تواجه النازيه بوحدك، ودوله الدنمارك دوله صغيره تكون عندك الشجاعه كامله راه جمع فوق يعني شي حاجه كبيره بزاف، انا بالنسبه لي كما تنشوفها شخصيا وكما تيشوفها حتى الهيستوريان تيشوفوها بزاف ديال الناس. نجيو للخلاصه، حنا الاستعمار دخل في 1912 حمايه كما قلنا، هنايا النازيه دخلوا استعمروا الدنمارك صيفطوا دازوا الطيران ديالو وتيصيفطوا اوراق تيقولوا للناس بان حنا جينا باش غادي نحميوكم من الاحتلال الفرنسي الانجليزي، هو هادشي هكذا كاين الاحتلال الفرنسي الانجليزي لا هما باغيين يعني يديروا قاعده عسكريه هنا ومن بعد يدوزوا النرويج يديروا فيها قاعده عسكريه تما تبدا الحرب على لونجلتير وحتى على كندا، كذلك في المغرب الاخر شي يسميوه مور بيكالا. علاش دخل الاحتلال المغرب؟ هذا هو السؤال اللي خصنا نحل، واش كان فعلا عندنا شي ملوك قاوموا الاستعمار الفرنسي ولا لا؟ حيت هما اصلا اللي جابوه، علاش يقاوموه؟ واش تقاوم شي حاجه جديه؟ ما يمكنش اصاحبي، واخا يا اما تكون حماق ولا شي لعيب. مول هذا عبد العزيز راه انا كتبت جوجل هذيك اللعبه ديال عبد العزيز مور بيكالا خرج لي يدير هذيك دار فيه ديك يا هو في ديك البيكالا ديالو فرحان تتعجبوه فهمتي، كون عطاوه سانتر وكون من بعد شنو ذاك كون راه قال لهم دو تا المغاربه كون باع البلاد والبشر تاو يبيعوا اللحم، المهم خليونا من هاد الضحك. المهم عبد العزيز علاش طال المغرب بيكالا؟ راه هادي راه مشكلة، راه ما يمكنش تقول هاد الهضرة هادي وما تضحكش اصاحبي، راه عرفتي انا باش شتي ديك خصوصا ديك اللعيبة ديال السانتر وراه ضربني راسي. واحد كان حاط واحد الصوره قال لي هذا عبد العزيز، قال له ذاك واحد اخونا قال لي شوف عطاوك البيكال عطاو سبتو بلي يزيدوك كساطه عطاوك حتى المغرب. راه فيه هذاك الشيء اللي دار، جا هذه الحمايه دخل المغرب، علاش دخل الاستعمار المغرب؟ لان عرفتي شنو هذا عبد العزيز هذا البرعوش شنو دار؟ لانه كان شد الحكم الصغير وكان هذاك بوحماد هو اللي تيتحكم فيه، ولكن هذا البرعوش ديال عبد العزيز ولا تيكريدي تياخذ لي كريدي ديون تيقترض الفلوس من فرنسا باش يشري بها اللعاب، حتى دخلت المغرب ديون كبير، المغرب ولات عنده ديون كبيره خارجي، ما يقدش واخا يكون تينتج ماشي يكون تينتج ذهب ما يخلصهاش. ارانا هذيك الساعه طلعوا عليه القبائل ديال فاس وحاصروه فاس وهرب للرباط هو هذيك الساعه على ما اظن، ومن تما يعني طلقوا عليه الشلوح هذيك ايويسن فرانسيس يعني ولد فرنسا، فاش سمعوا بانه سينا واحد المعاهده ديال الحمايه مع فرنسا واللي هي فعلا احتلال المغرب، سينا هذا اللي هذيك السين يا دور هذيك الساعه، هذيك الساعه اللي كان هو السلطان عبد العزيز، سير عليها ودخل الاحتلال. واش دك هذوك الثوار بعدا ديال فاس تازا وجده الريف كدا فرشخ ليا بنادم بوخ بوخ ناض حرب فهمتي، لان المقاومه حبسات الى يومنا هذا، يعني باش نكونوا يعني تاريخ السيروره ديال
ديالو راه المقاومه ضد الحكم العلوي في البلاد باقا ما سالت. يعني مادام هناك يعني سجناء سياسيين راه بقات بدات بالسلاح هذيك الساعه فاش كان دخلوا في 1912 مقاومه مسلحه لان العدو كان مسلح وبقى الى يومنا هذا لان ما عندهمش هذيك الشرعيه. هنا مقارنه واحد باع بلادو بيكالا وواحد عرفتي شنو قال النازيه لا ما تدخلوش لبلادي ما تحتلوش غادي نقاومكم. قال لهم ديري قال لهم انا غنقاومكم. قال النازيه شنو تقول له هتلر هتلر طلع ليه الدم المزاج ديالو يريب دوله على قد كل الدول ديك الساعه تقول راسي راسي. يعني بلجيكا طاحت فرنسا طاحت اللي هي قويه هولندا بزاف ديال الدول طاحوا هادشي كامل. ولكن فاش تشوف المغرب تلقاها كانوا عندنا ملوك ديال الميكا ما عمري انا سمعت شي مالي غازي كما تيسميوهم حربي وهذا الوقت وطني بحال هكا تيحط راسو تيعري هكا وتيقول لهم انا الاول قبل الشعب. ما كاينش اخا حتى شي حاكم علوي ما دار هادي التاريخ. وكما تنشوفوا يعني في 1900 بيكالا باع المغربي كالا دخل الاستعمار بسبب ديون ديالو بسبب الطيش ديالو بسبب التبرهيج ديالو بسبب كل لعاب اللي كتيشريها وغرق البلاد بديون. فاش الناس خرجوا تيحتجوا وثاروا عليه وهذيك الساعه دخل عليهم استعمار تيقتل فيهم. وهذه هي يعني لان السلطنه حدات ما فاش راح المغرب لان سقطت السلطنه في 1912 فاش دخل الاستعمار الفرنسي سقطت السلطه. وهذيك الساعه مراعد بدات الملكيه اللي تيقولك ملكيه راه اقدم عندها 1000 ماتش 1200 قرن ولا ماتش شحال من قرون. لا ما عندهاش اخو راه الملكيه ما قديماش يعني السلاله الحاكمه معاك لان كانت السلطان. ولكن بالنسبه للملكيه مين بدات مع محمد الخامس. محمد الخامس كان مضطر انه يدير يدو في المقاومه الوطنيه ديك الساعه باش يبني الشرعيه ديالو. بنى الشرعيه ديالو دعم فعلا محمد الخامس دعم الحركه الوطنيه ولكن بالنسبه للمصلحه ديالو هو لان ناس السياسه باش تتبان. يعني سياسيا كان ضروري خصو يدعم الحركه الوطنيه والا ما كانش تبقى الملكيه. لذلك تم تاسيس ملكيه في المغرب بدات الساعه 1956 فاش خد المغرب يعني استقلال الصوري ديالو. وهذيك الساعه في 1958 فاش اسس ثاني حكومه تاسست في المغرب هي ديال عبد الله ابراهيم. هذه اول حكومه واخر حكومه ديمقراطيه في المغرب. ما كاينش شي حكومه كان بحال اولا فاش جا عبد الله ابراهيم تصور حيد ديون ديال المغرب كامله خلص بدات المغرب تتقدم. فرنسا اللي دابا تتسلفوا منها هي اللي ولات هي تتسلف منها. يعني سلفنا 120 مليون فرنك فرنسي الديون اللي كنا تنتسالوا لفرنسا وبدا المغرب فعلا تيطور. بدات الصناعه بغا ينشا اول مصنع لصناعه الاسلحه وبدا تيشتت يعني في الجنود ديال فرنسا من البلاد باش ما يبقاش المغرب قاعده عسكريه باش يضربوا بها الجزائر. هذيك الساعه دار هادشي كامل فلاحيا طور المغرب. هذا السيد هذا عبد الله ابراهيم عام دار هادشي كامل عام واحد دار هادشي كامل تخلص من الديون كامله ولينا حنا تنتسالوا لفرنسا درع على الجنود ديال فرنسا وحتى البوليس ديال فرنسا وفوق هادشي كامل دعم المقاومه الجزائريه. ولكن حسن الثاني جا دار لهم العصافه الرويضه بو شان قال لي خصك تحيد هذا خصك تعفي هذه الحكومه. هو داك رضا قديره بقاو عليه بقاو عليه. قال لي رضا قديره تمشي عند الملك كما هي تقاليد يعني في الدوله الملكيه في المغرب انه غادي يمشي عندو يرقع عليه ويبوسي رجليه ويقول له الوليد عفي هذه الحكومه هذه وفق التقاليد. هذاك الشيء اللي دارني محمد الخامس. يعني محمد الخامس 1959 تم يعني اعفاء الحكومه هذه وتم اعلان حكومه جديده تترأسها هو محمد الخامس براسو والنائب ديالو عرفتي شكون هو الحسن الثاني. ومن ثم بدات القصه ديال التخلف وتكلف وتجهيل وتفقير والنهب وسرقه يعني مستقبل البلد باكماله. من هنا بدا رانا محمد الخامس 1960 قبل ما يموت ولا ما عارف قبل ما يموت بقى فيه الحال وكان فعلا باغي يرجع هذه الحكومه هذه ولكن مات واحد الظروف يعني غامضه الى يومنا هذا ما عرفوش لان ضربوا غير الحلاقم وداو لفرنسا داروا ليه عمليه واستقصي مشى فيها ما عرف واش السبب بانه كان غادي يرجع الى الحكومه هذه. الحسن الثاني رفض هذاك الشيء لان بعض المرات يعني هذيك الجنون العظمه وجنون باغي نحكم راه فهمتيني ماشي تقتل غير راه نتوما تفرجتوا في جيم اوف ثرونز راه تعرفوا بزاف ديال المزايا. هنا نحبس الخوط. هذا هو الموضوع ديالنا ونتمنى انه يعجبكم. نتمنى انكم تستمروا دعم القناه ديالنا عفوا باش ديما نجيكم الجديد. راه فيما نطور بزاف ديال لي فيديو بزاف ديال لي كونسيبت سميتو ولكن بالنسبه للوقت لان حتى انا عندي خدمه ديالي تنخدم وهذا الشيء هذا راه ما تربح منه لا فلوس لا ولكن ماشي يعني تكتبوا لي في الكوموند. اللي بغى يدير لاباس يدير اليوتيوب لا خويا ما بغى ندير لاباس لا هادي لا انا تنهضر تندير دي فيديوهات توعيه للشباب وصافي باقي ما تربح لا فلوس لا والو. وهادشي تندير يعني انطلاقا يعني من القناعه ديالي اننا خصنا اصلا نتعرفوا على التاريخ ديالنا ونوعيو راسنا لان شنو هي التوعيه هي واحد الفكره تتامن بها. هذيك الفكره تتامن بها يعني تموت عليها. واخا يجيب لها يحط لي بيستول هنا راه نقول ليه تيري هاني فهمتيني بحال هكا تنامن بالافكار ديالي. المهم الخوت تحياتي الى بغيتو يعني تدعموا القناه ديالنا
في اليوتيوب باش حتى على باش نزيد نطور انا في هاد الفيديوهات هادي ونوصلوا لواحد واحد النيفو اخر. شكرا بزاف وشكرا على المشاهده وتحياتي لكم. الله نشوفكم مره اخرى.